شنو اشتغل اشتغل؟ مش بالتلفزيون؟ معقول التلفزيون حط الاوصار بشي؟ لو لا مستحيل، بس راح ادي في المس بايدر مون، زي شو راح ابع في المس بايدر مون؟ يلا اشتغل اشتغل. وزي شو راح اسواني؟ لو احسن حل اروح لجدي واحكي وياه، اقول له جدي ما عاش بالتلفزيون يمكن عطل، خل احكي وشوف راح يقول لي، يلا خلي اروح. ياسا صار الصبح، يلا انا خلي اقعد اشغل بالساعة. لا مستحيل، انا كلش متاخر وهسه راح يبدي فيلمي المفضل. سنة شو سواني؟ اوكي سنة خلي اقعد هنا حتى وراي شغل التلفزيون، راح يبدي فيلم كابتن امريكا بابا. يلا خلي انتظر. جدو نعم روني، ايش تريدين؟ شوف جدو تم تعفس التلفزيون يعطل، زين ايش راح اسوي جدو؟ لازم اصلح لي هسه على السريع. شنو بس انا اعطيتك فلوس ذاك اليوم اللي شو لاخوك، انت ليش ما اشتريت تلفزيون جديد؟ ايش تلفزيون جديد؟ بس تعرف جدو انه هذا التلفزيون اشتريته رخيص، والبقيه اللي بالفلوس اشتريت فيها ملابس سبايدر مون. شو ملابس سبايدر مون؟ وهسه انا شو اسوي لك رانيه؟ بس هو صحيح، انت ليش ما تروحين تباعين ويا اخوك؟ اخوك عنده تلفزيون جديد. شنو ابع ويا اخوي جيجي؟ وهذا جيجي المزعج، ما اعرف احتمال ما راح يقبل. بس اوكي جيجي جدو ذاك تقول اروح اتفرج وياه، يلا خلنا نروح. اوكي يس انا قاعد اشاهد فيلم كابتن امريكا، بس واضح كابتن امريكا كلش قوي بابا. جي روني ايش تريدين؟ يلا ابتعدي على السريع. ايش ابتعد؟ اعطيني الريموت. والمهم ابو حسه فيلم سبايدر مان. سبايدر مان؟ انت شنو ليش بتروحي تباعي بغرفتك؟ انت شو علي جاينا؟ يلا تعرف جيجي التلفزيون يعطل ولازم اشاهد وياك، اعطيني الريموت. التلفزيون عطل؟ وانا شو علي التلفزيون عطل؟ وانا هسه قاعد ابوع كابتن امريكا؟ يعني هذا اقوى واحد بالابطال الخارقين. مستحيل، اصلا كابتن امريكا لا مو قوي، اقوى واحد هو سبايدر مان. سبايدر مان؟ لا سبايدر مان كلش مكروه. يلا مشي اطلعي من غرفتي على السريع وغرفتك، يلا روحي من هنا قاعد ابوع اني. بتعطيني الريموت مو جيجي؟ طبعا ما اعطيك الريموت، وهسه حتى الفيلم راح يروح علي من وراك، يلا روحي من هنا. اني لك جيجي الا انتقم من عندك، يلا خلي اروح. قاعد يبكي رانيا، ليش قاعد تبكي رانيا؟ جدو انت ما تعرف هسه شنو صار؟ جيجي ضربني وطردني من الغرفة. شنو جيجي ضربك؟ لا مستحيل، ليش ضربت جيجي؟ اني لك جيجي، جيجي يلا تعال على السريع، جيجي تعال. ايوه اخيرا هسه كابتن امريكا راح يقضي على الاشرار، وياي اللقطه اللي انا قاعد انتظرها. جو تعال. شنو؟ لا مستحيل قاعد يصيحني، ياي اهم لقطه بالفيلم. بس وش اسوي جدو؟ يلا خلي اروح اسرع اشوف ايش يريد، يلا خلي استعجل. يطلع السريع، خلي اروح ما اعرف ايش يريد من عندي جدو، يلا خلي اروح. نعم جدو انت قاعد تصيحني. جوجي هاي ليش ضرب اختك؟ شنو انا ضرب اختي؟ لا ما ضربتك جوني، انا حتى كل شيء ما سويت لك. جو يعني انت قاعد تكذب على جدو مو صحيح؟ لو جدو مستحيل يصدق بي، راح يصدق بي. جدو هو ضربني جدو، لا تصدقي، قاعد يخدعك ويكذب عليك. اسمعني جيجي، انت اذا من جد ضربت رانيا، انت ما تعرف شو راح اسوي بيك. شو تسوي بي جدو؟ شو كل شيء ما سويت؟ انت ايش قاعد تكذبين؟ انت ايش قاعد تكذبين هنا؟ جدو هاي قدامك قاعد يضربني، لا شوف وراك شو راح يسوي بي. لا اسمعوني يا اولاد، اذا جيجي سمعتك من جد ضرب اختك، انت ما تعرف شو راح اسوي، راح اطرد لك من البيت وبعد ما ادخلك للبيت. شنو تطردني من البيت؟ لا مستحيل، انا ايش قاعد يسوون؟ حتى انا ضربت انا ما سويت لا شيء، بس هو الفيلم راح يروحوني عليه، يلا خلني استعجل، احتمال ما دي خلص الفيلم او لا. لا مستحيل هاي خلص الفيلم، هاي كلها من وراني الشريره، حتى الفيلم راح علي، بس انا مستحيل اسكت عليه، ولازم انتقم من عته. ايه سوني كلش فرحانة، واخر نجحت الخطة مالتي. هسه جيجي راح علي نص الفيلم، ايه طبعا، واحتمال حتى ما شاف النهاية. مثل ما انا ما شفت سبايدر مان، لازم هو ما يشوف كابتن امريكا. انسى ايش راح اسوي؟ صحيح، هسه خليه اروح والبس ملابس سبايدر مان. هذي ملابس سبايدر مان كلش حلوة، اوكي بس انا ما خليته، اوكي لا موجودة بالصندوق، خليني افتح الصندوق واخذ هاي الملابس. يلا خليني البسها. وساني قاعد افكر، بس انا ما اعرف شو راح انتقم من رانيا، بس ها جتي فكره ببالي بابا. صحيح انا مشتري ملابس جديده مال كابتن امريكا، هاي ما حد ما يدري بهاي الملابس الجديده، واكيد اذا رانيا شافتني لابسه اكيد راح تضوج. يلا كويس بدايه، خلينا الريموت، يلا كل زين، وراح استعجل على السريع واصعد لهالغرفه مالتي، حتى انا مخلي مخزن سري مال ملابس. يساني صعدت، اوكي خليني اجي على هالغرفه، يلا افتح يابا، اي كل زين، ايات هذا المخزن مالتي، يلا خليني ادخل البس الكابتن امريكا، يلا خل ادخل. يس انا لبست ملابس سبايدر مون، بس هو بهاي البدله اسطوريه. اي طبعا بشارات كلش حلوه، يعني بها دقمه اقدر ادوسه وبعدها اطير. بس شو راح اسوي؟ اوكي راح اروح لجيجي واقول له جيجي باع البدله الاسطوريه مالتي، واكيد راح يغار من عندي. بعد يلا خل اروح واشوف لي اياه.
يا سوني كملت ولبست هاي الملابس الأسطورية بابا. صرت سوني أحد الأبطال الخارقين، صرت سوني كابتن أمريكا. يلا خل أطلع على السريع وأشوف رانيا أكيد راح أضوج. يلا خل أطلع على السريع خل أشوفها وأنا رانيا. رانيا أنت وينك رانيا؟ جيجي وينك جيجي؟ تعال شوف وينش لبست، تعال شوف. بس هاي شنو سبايدر مان؟ سبايدر مان الأسطورية. بس أنت بتعرفين أنا لبست كابتن أمريكا، أنا كابتن أمريكا الأسطوري. كلش مقرفة وشكلها كلش ما حلو. لا بالعكس، انت ما تعرفين اصلا كابتن امريكا احسن من سبايدر مان، حتى هو اقوى من عنده 100 مره. ايش وجيجي جربك بعد تشرسبين شو من هذا؟ سهل اسكت. لا طبعا انا ما اسمح لك. يا اولاد شنو ليش قاعد تتعاركون؟ جدو لا انت ام ضربتي ليش قاعد تبكين؟ كافي تبكين انت. جدو بوع هاي راني قاعد تبكي كذابه، هي بدها ضربتني. جدو شوف يعيب على البدله مالتي ويقول لي بدت شو حلوه، حتى انت مقرفه انت وسبايدر مان. شنو انا ما قلت هيجي، بس بوع اسمحي انت عيبتي على البدله مالتي. اي طبعا هو هذا اصلا كابتن امريكا ما حلو بشكل كلش مقرف، يلا روح منه يا الاخر. لا 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 كافي يا اولاد، انتوا كافي تتعاركون. بس اسمعوني زين، انتوا ليش هيجي واحد يحب سبايدر مان واحد يحب كابتن امريكا؟ هم اثنيناتهم ابطال خارقين. وجدوني قاعد يضوجني وكل شوي يقول سبايدر مان مقرف وسبايدر مان مقرف، انا مستحيل اسكت. لا 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 بابا اسمعني زين، انا عندي حل لكم، اذا تريدون انا راح اعطيكم مهمه تسووها. شنو مهمه نسويها؟ شنو المهمه جدو؟ بابا اسمعوني زين يا اولاد، اللي اريده من عندكم انه كل من يبني له بيت، يعني انت شو تحب البطل الخارق؟ انت ابني كابتن امريكا، وراني تبني سبايدر مان. شنو ابني سبايدر مان؟ بيت من سبايدر مان. جدو انت كلش مقرف. شنو؟ جدو دربك تحكي، شوف جدو بعد قاعد يقول انه مقرف. لا لا كافي يا اولاد، يلا استعجلوا على السريع، وانتوا اذا بنيت وانا راح اجي اشوف البيت اللي راح يعجبني راح انطي جائزه. جائزه؟ ينطينا جائزه بابا. بس جدو شو هالجائزه؟ وانتم اقول لكم هسه روحوا على السريع، يلا راح انطيكم هسه الاغراض اللي تحتاجوها حتى تبنون بيوت. كل زين، تعال يلا جدو انطينا اغراض حتى نبني على السريع. اوكي اوكي، هسه راح انطيكم. ياس اسمعوني يا اولاد، قاعد تشوفون هالصناديق هاي بيها الغراض اللي تحتاجوها حتى تبنون البيوت. بيها الغراض؟ ايش قد بيها غراض حلوه. يسمعوني يا اولاد، بس اريد تبنون على السريع، واللي البيت راح يكون احلى هو راح يفوز بالجائزه. هو متاكد البيت راح يصير كلش حلو، هذا بيت سبايدر مان. اصلا هو كلش مقرف سبايدر مان، اصلا كابتن امريكا احلى. بس شوف جيجي هسه شوف، متاكد بيتك راح يصير شكله كلش مقرف لانه اصلا كابتن امريكا ما حلوين. انت معليش، يلا ابتعدي عني، يلا خل اخذ الغراض، يلا جدو هسه راح اخذ الغراض واروح على السريع. انا راح اروح ابني على السريع ومتقدر راح افوز. يلا يا اولاد استعجلوا، يلا خل اطلع على السريع. اوكي هسه لازم اروح، بس وين راح ابني؟ باي مكان؟ ها اوكي انا راح ابني من هذا الاتجاه. شلون راح ابني من هذا الاتجاه؟ طبعا لاكو مكان وفراغ نقدر نبني بالبيوت. لا مستحيل، انت ابتعدي عني، هذا البيت مالتي شو حصير كلش مقرف، واكيد ما اريد يكون قريب على البيت مالتي. لا لا مستحيل، انا بيتي راح يكون احلى. يلا اوكي هسه هنا انا خليت الصندوق. يلا اوكي هسه شو راح اخذ؟ راح اجمع هاي الاغراض لان كلها راح احتاجها. يلا خلنا بدي اشتغل، بس مين راح ابدي بداية؟ ها اوكي راح ابدي بهذا الاتجاه، لازم احسب ثمانية. يلا اوكي اي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اي ثمانية. واو يلا خلنا ابني على السريع، يلا خلنا اشتغل. يا سوني كملت الاساس، بس انا متاكد البيت هذا راح يصير اسطوري. بس انا بديت بالجسم، لازم اسوي بعد طابق ثاني حتى اصعد وبعدين اسوي الراس. واو يلا خل اشتغل، بس اوكي بدا لازم يكون هذا بعد اعلى. يلا اوكي اخلي لون ابيض وبعدين اخلي هذا الاحمر واخلي هنا الابيض. واو اكيد متاكد ان هذا البيت بحق مالتي راح يكون احلى بيت روني، انا متاكد لان اصلا هو سبايدر مان ما حلو، كابتن امريكا احلى. واو يلا خل اشتغل. يس انا قاعد اشتغل وقاعد اسوي بيت سبايدر مان الاسطوري. واو ومتقدر راح افوز بالجائزه. اي طبعا بيت راح يكون احلى حتى من بيت جيجي. بس يلا كيس شو راح اسوي؟ انا سويت هذا الجي راح تكون جيت الايد. اوكي ها لازم يكون اللون البلو. اوكي بعد شو راح اسوي؟ او لا لا هذه غلطت. اوكي خليني اكسرها وبعد احط اللون الازرق. اوكي بعد الجي هذا اللون الازرق، بعد اللون الاحمر راح يصير كلش حلو. اوكي يس هذا الجي خلصته، وهذا راح يكون عندي فراغ، راح تكون عندي غرفه، واحتمال حتى راح اسوي طابق ثاني بقى بس الراس وليد الثانيه. بعد يلا اوكي بس خليني اكمل شغلي، يلا خلبني. حيل سوني ايش قد اشتغلت، وهذا البيت مالتي راح يكمل وانا متاكد راح يصير كلش حلو مو مثل بيت رونيا، اصلا كله من اللون الاحمر المقرف. وانا اللون مالتي البلو الحلو. يلا خلي اشتغل على السريع، بس بقت عندي هاي الايد. يلا اوكي خلي هاي هنا وبعدين اخلي هاي هنا كل زين. فاو وانا متاكد بيتي راح يصير كلش حلو. يلا اوكي هسه بقى هذا، اوكي خلي بعد هسه هذا. يفاو هسه كملت عندي الايد الاولى، حتى الجسم تقريبا كمل، بقت اسوي الايد الثانيه. بس شو
راح اسوي اليد الثانيه هو كان يعرفت راح اسوي مثل واحد هيك ضرب بوكس واو راح يكون اليد الثانيه ممتده بس حس بعد عندي شغل كل شويه بعد ما اكمل اليد راح ابدي اشتغل بالراس يلا خلني اشتغل على السريع يا سونيك قد اشتغلت وتقريبا راح اخلص بدله سبايدر مان يلا كسبك شنو اسوي ناشك سبايدر مان اي طبعا انه سبايدر اوكي راح اخلي بهذا الجل سبايدر وبس شنو هذا كلش بعيد انا ما اقدر اكمله يلا اوكي ماكو مشكله خل اطير هنا وبعده انزل اوب اي هسه بعد هنا احط الصوف الابيض حتى يشوف شكل سبايدر وراح يصير شكله كلش حلو وبس هذا كلش بعيد يلا اوب اي كل الزين يا سونيك قد تخلص ما بقى لي شيء يلا اوكي بقى هذا هنا اي كل الزين وهذا هنا وهذا هنا يبا هسه كل شيء كمل واو صحيح صار مثل سبايدر كل الزين بس بقعد عندي هالايد كل كبيره اوكي اروح اشيل هذا الصف الاحمر حتى تصير ايد حلوه يلا خلي كمل يا سوني كملت وسويت هاي الايد وصارت كلش حلوه حتى الجسم تقريبا كمل هسه بقى بس الراس من يكمل راح يصير بيتي اسطوري يلا خلني اشتغل على السريع لازم شنو اجيب من هذا اوكي بس وين اخليه اوكي هنا انا اخليه اوكي 1 2 3 هاي 4 5 يكون للزين اوكي هنا لما اخليه بعد هنا يكون للزين اوكي بعد اجيب وحده هنا صحيح بوم يلا هسه لازم اشتغل حتى ابدي بالراس ومتاكد الراس راح يصير كلش حلو يلا خلي اشتغل ولازم اجيب اللوكات هسه الزرق واخليه هنا يلا خلي اشتغل حس سريع يا سوني كملت بنائي بوم سويت هاي الايد الثاني حتى حط شبكة العنكبوت وصار بنائي كلش حلو بس بقيت بس جهة الراس اوكي بس من راح ابدي اوكي راح ابدي من هذا الجهة ومتاكد راح يصير بيدي كلش حلو اوكي بعد هنا مبلوكي طبعا طبعا اوكي بعد هنا بلوكي يبا هسه حتى اكمل الراس على السريع اوكي بعد هنا بلوكي بس ترى بلوكي غلط اوكي خلي شيله وهنا راح ابدا اكمل الراس وبعد احط العيون حتى كل شيء يكمل اوكي بس خشوف جيجي حيل وجيجي قد اشتغل بالبناء مالته بس معقوله راح يخلص قبلي لا لازم اشتغل على السريع حتى انا اخلص قبله وانا افوز بالجائزه يس بقى لي شنو اوكي بقيت هذه الجهه وصعد بالراس على السريع يلا خليني اشتغل يس انا بديت اشتغل بالراس بقى قليل ويكمل بقى بس اخلي هذا حتى اسوي الوجه متاكد راح يصير حلو يلا كس انا اخلي بعد وين اوكي هنا وبعدين اجي على الاثنين بالنص بس انا كلش ما قاعد اشوف هذا كل الكبير اوكي لازم اخليه هنا نفاو بس لازم اجيب هذا الازرق اخليه هنا يكون زين وبعدين شو اسوي هسه كل زين لازم اجيب هذا اللون حتى اخلي العيون اوكي عين هنا وعين هنا فاو هسه اجيب هذا الابيض اوكي هسه خليني اجيب هنا واخلي هنا الابيض هسه متاكد راح يصير الوجه اسطوري يلا سوني خليني اشتغل لازم اجيب بعد هسه هذا اللون الازرق واخليه هنا وبعدين اوكي لازم اجيب هسه طبقه كامله زرقاء اوكي فاو هسه راح بدي اكمل الراس هسه شوي راح يكون بعد احلى بس انا متاكد راح يكون احلى من هذا سبايدر مان اللي هو كابتن امريكا اسطوري لا يمزين ما صار بيه شيء بس يلا اوكي لاني عندي قوه خارقه وعندي هذا عندي ملابس لابسه مال كابتن امريكا والهذاني ما تاثر اذا وقعت واو يلا صباح حبايبي هسه شلون صار انا صار البيت صار كلش اسطوري يلا خلاص عاد واكمل يلا خلني استعجل ايوه اخيرا انا كملت بناء البيت بس بيتي صار كلش اسطوري واو يلا سبق عندي بس شويه انا اخلي هذا ورا خلص لازم انزل على السريع ولازم اصيح جدو بس وانا اليوم كلش تعبت بس ما اعرف راح جدو اليوم يجي او لا انا ما اعرف بس يلا اوكي هسه خل انزل منها يلا خل انزل على الدرج واو يلا اوكي لازم انزل على السريع واشوف البيت شلون صار يلا خل اركض على السريع لازم اشوف البيت بس انا متاكد صار اسطوري واو يس اوكي انا كمل البيت بس انا متاكد جدو راح ينطيني جائزه لي لروني ما تستاهل الجائزه لان اصلا سبايدر مان ما حلو يلا لازم اروح البيت وارتاح حتى باكر اصيح جدو واخليه ينطيني الجائزه يلا خليني اروح ايوه بس انا كلش فرحانه قبل بيت سبايدر مان بقعد بس اخلي العيون وكل شيء يكمل يلا اوكي سوري خليني ادخل اوكي هنا احط اللون الصوف الابيض وهنا صوف ابيض ايوه قمت ابدي بيت راح يصير احلى من بيت جيجي اي طبعا شنو بيت جيجي ما حلو كابتن امريكا ابد ما حلو سبايدر مان احلى يلا صار لازم انزل اي طبعا لازم اطي خبر الجدو بس شنو بيت جيجي لا معقول بيت جيجي هو احلى من بيتي ولا مستحيل انا اللي جيجي اللي خرب هذا الشكل واسويه ما حلو حتى يخسر بالجائزه ولا فوز بس يلا اوكي لازم اطير بعد اغير العيون يلا خل اطير يا سوني كملت البناء وغير الشكل العيون صار مثل واحد نوب هسه متاكده جيجي راح يخسر بس بعد اضيف له شيء صحيح جت ببالي فكره راح اسوي له خشم راح يكون خشمه كلش مقرف يلا اوكي لونه خشم اوكي بهذا الجيم ايوه
هسه كل زين، هسه خرب شكل ما جيجي واكيد راح يخسر، بس شو حسوي ثاني؟ يلا خل ارجع البيت واطي خبر جدو، يلا خل انزل وروح، يلا خل استعجل. يي ساني رجعت للبيت، انا متاكد هسه جدو اذا شاف البيت مالتي راح ينطيني الجائزة لي يا بابا. مرحبا جدو، اهلا اهلا جيجي. يي ساني وصلت، انا كملت بناء بيتي وصار بيتي اسطوري. شنو اسطوري؟ شوف جدو انت لو شوف البيت مال جيجي راح تخرب من الضحك، ما تعرف شلون بنو بنو شكله كلش غريب حتى مثل النوب. مستحيل، انا اصلا بنائي مو هيجي، انا بنائي كلش اسطوري، اصلا انت البنائك ضحك واصلا كلش ما حلو. لا مستحيل بنائي كلش حلو. دوم تقدر راح افوز بالجائزه، انا تقدر احفوز. اسمعوني يا اولاد، انا هسه ما راح اشوف بيوتكم، انا باكر من الصبح اروح اتفقد البيوت، واللي بيته احلى راح انطي الجائزه. كل الزين. انا متاكد اني راح افوز على رانيا النوبه، يعني بنائي كلش حلو. راح افوز عليك. شوف يلا راح ابتعد اروح لغرفتك يلا، بس انا حروح انام لان كلش تعبت، يلا خلني استعجل. ياس الاولاد راحوا لغرفهم، انا قلت لهم باكر راح اشوف البيوت، بس لو انا صار عندي فضول انه راح اسوي اشوف البيوت، يلا خل استعجل على السريع، بس راني تقول انه بيت جيجي كلش مضحك، انا ما اعرف ليش كلش مضحك، بس يلا خل استعجل وارد اشوف بيت جيجي. عشان لا 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 هذا صدق هذا مضحك بيت جيجي، بس عشان مسوي خشمه عشان عينه. بس يا معقوله جيجي راح يخسر؟ اي طبعا، بس جيجي ظاهر ما يعرف يبني، بس هذا كلش ما حلو بناء جيجي، بس اوكي خل ابع بيت راني شلونه، بس هو بيت راني مو كلش، بس ترى راني مسوي اوكي الراس والعيون زينه، بس جيجي ما عارف يسويهم، بس انا اتوقع راني هي راح تفوز بالجائزه. بس انا شو اسوي هسه؟ لا انا ما راح اقول لهم هسه النتيجه، انا باكر الصبح اروح وياهم واقول لهم انه راح يفوز، بس انا متاكد راني لان بيت راني مبين احلى، يلا خل اروح. ياسا صار الصبح، يلا ساني خل اقعد، بس انا اليوم كلش فرحان لان اليوم جدو راح ينطيني جائزه، بس انا متاكد جدو كلش غني وراح ينطيني دايموند هوايه بابا. بس اوكي هسه انا من الصبح، بس يمكن بعدهم نايمين، بس يلا اوكي انا ما ادري اذا ينشاف بيتي منه، صحيح ذاك هو البيت مالتي. بس ايش قاعد اشوف؟ لا 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 مستحيل، هاي من يجي غير الشكل مالته؟ هاي شو طلع له خشم؟ بس من يجي هذا الخشم؟ حتى عيونه متغيره، بس هذا الشكل ما تصار كلش مقرف، هاي من يجي مسوي؟ بس هاني عرفت، هاي ماكو غير راني الشريرة هي يجي مسويه، بس هاني شو اسوي هسه لان مستحيل اسكت، وبس احتمال جدو قاعد هاني ما اعرف، لازم اروح على السريع واغيره، يلا خلني استعجل. يس انا طلعت من البيت، يلا خلني استعجل على السريع، ولازم اعدل البيت مالتي، بس شو مسوي يا شريرة يا رانية؟ هاي مغيرة مالت الحلق مدري الخشم، ومسويته مثل الخنزير، حتى مغيرة العيون مسويتني واحد نوب. بس اني لجرانية انا مستحيل اسكت، انا لازم انتقم من عندك، بس انا بداية لا لازم اصعد هسه واعدل هذا الوجه قبل ما يجي جدو يشوفه، يلا خلني استعجل. يس انا صعدت، يلا خلني استعجل قبل ما يجي احد يشوف هذا البناء مالتي، بس انا وين راح انزل؟ ها اوكي راح انزل على هذا المسوي ترانية. يس انا نزلت، بس شو مسوي؟ لا 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 مستحيل، مسويتني واحد نوب، بس انا بنائي مو نوب، بالعكس انا بنائي كلش حلو، بس انا لجرانية مستحيل اسكت، انا لازم انتقم من عندك، بس يلا اوكي خلني اكسر هذا بعدين كسرت، لازم اغيره على السريع. يس انا كسرته كل زين، اوكي هسه لازم اجيب اللون الابيض وبعدين اجيب هذا اللون، يبا هسه صار صحيح صار حلو، يلا اوكي هسه اجيب هذا وبعدين اجيب اللون الابيض، يبا هسه شو اسوي؟ اوكي خليني اكسر هذا الخشم، مسويتني حتى خشم مال خنزير مدري شنو، يلا خليني اكسره، يلا تعال انت انكسر، اي انت منكسر، يبا وهسه انا راح اوقع، بس يلا اوكي انا ما علي شيء، يلا هوب، يبا هسه كل زين، هسه صار الشكل كلش اسطوري، حتى صار كلش حلو، بس ها راني انا عرفت براني ايش راح اسوي، انا مستحيل اسكت، ولازم انتقم من عنده مثل ما سوت وياي، بس ايش راح اسوي؟ ها اوكي راح اغير بالوجه وراح اسوي كلش مضحك، يلا خل اروح. يس انا عدلت على الشكل مال رانيا وصار كلش مضحك لين سويت له خشم طويل، حتى انا دمجت العين وصار الشكل كلش مقرف، انا متاكد اني راح افوز، ولو اني حتى لو قبل ما اغير انا شكل مالتي اسطوري واكيد اني افوز. بس انا شو سويت حتى انتقم من رانيا؟ مستحيل اسكت عليه، بس يلا اوكي خلينا ننزل على السريع حتى اروح اجد وصيحه، يلا خل اروح. يس انا لبست ملابس سبايدر مان، بس انا اليوم كلش فرحانه لان اليوم راح افوز. اي طبعا ما تقدر الجائزه راح تصير لي، وش قد راح اشتري شغلات، راح اشتري اكبر تلفزيون بالعالم كله، حتى راح اشتري بلاي ستيشن، حتى راح اشتري لعبه سبايدر مان. خطي يا جيجي راح يبقى بدون فلوسي طبعا، ما تقدر راح يخسر بالجائزه، ما راح افوز. حجر لازم اروح لجدو، يلا خلنا نروح.
يا سوني وصلت، يا تجد قاعد ينتظر. جد جد تعال يلا شوف البيوت مالتنا، بيوتنا كملت. انت وين جنت؟ اه شو ما جنت، انت شو حكيتوني وين جنت؟ بس انا متاكد اني اليوم راح افوز. شو جد انا مكملت بناء بيتي، بس اكيد راح يعجبك وانا راح افوز بالجائزه. اوكي اوكي يا اولاد، بس انا راح اجي وياكم وراح اشوف البيوت. كل زين العاد، يلا جد تعال. يس احنا تقربنا، هجد قاعد يمشي بطيء بس انا وصلت بالبداية. لا لا مستحيل، شو هجي هذا الشكل تغير؟ رانيا اكيد تفاجأت. جيجي رانيا انت سويت هذا الشيء مو صحيح، يلا ارجع تعرف. لا 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 ليش تضربيني؟ بس باع رانيا انا رجعت الشكل مالتي مثل ما هو، وانت باع شكلك صار كلش مقرف. وزو شو راح اسوي؟ سجد راح يجي. انا لك جيجي، انا اعرف شو راح اسوي الا انتقم من عندك. هالمرة مستحيل اسكت لك، يلا خلنا نروح. بس انا تقربت، بس انا شاراني قاعد تبجي. جد جد نعم رانيا، انت ما تعرف شنو صار. هسه جيجي ضربني حتى قال لي مشو خرم من عندي وما يحكي وياي. لا 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 رانيا ايش قاعد تكذبين؟ اصلا انا شفتك من بعيد انت ضربتي جيجي، حتى جيجي ما سوى لك شيء. انت شنو؟ انت تشوف من مسافات بعيده مو صحيح. اي طبعا ايش قابل انا اعمل؟ انت من قلت شلون اعمل؟ ها؟ لا جد مو قصدي شيء. بس جد لا صدقني ضربني صدقني. لا 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 تكذبين رانيا، يلا امشي على السريع. اوكي اوكي. شوف هالبيوت، واو شنو هذا بيت جيجي؟ هاي بيت جيجي صار كلش حلو. بيت جيجي كلش حلو، جيجي اكو شيء ثاني جد اريد اقول لك عليه. شنو شنو راني احكي على السريع؟ جيجي خرب البناء مالتي، ما اشوف ايش سوى البناء. شنو خرب البناء؟ وحتى لو مخرب البناء اصلا هو بيته احلى، وبيته كلش حلو واسطوري. شنو؟ اسطوري؟ لا جد يعني ما انا صراحه اخسر. واه سوني كلش فرحان لين جدو يقول عجب البناء مالتي. فا ايه جدو سوني بناي عدلته. جدو شو رايك بالبناء مالتي؟ يلا قول لي. شنو البناء مالتي شلون؟ إيه بس لا لا بناء جيجي احلى، بناء جيجي اسطوري هو اللي يستحق الجائزه. شنو اللي يستحق الجائزه؟ واو زين جدو انت شو راح تنطيني جائزه؟ شنو الجائزه؟ اسمعني جيجي، انا راح انطيك 100 دايموند. شنو 100 دايموند؟ يعني راح اقدر اشتري كل الشغلات اللي اريدها، حتى راح اشتري بلاي ستيشن وراح اشتري تلفزيون كبير. واو. ولينا حبايب صناعة الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. نتقابل فيديو جديد، مع السلامة.